يا ترى ما رح تقول شي تاني بابا؟ ممكن تفهمنا شو اللي عم تساوي؟ الكلام يلي قلته رح يتنفذ بالحرف. ممنوع اي حدا منكن يعارض قراري. يلي رح يصير هون ما رح يطلع لبرا. اي حدا واقف عند الباب ما لازم يعرف ابدا شو عم يصير جوا، وما لازم نسمح لحدا يحكي عن الشي يلي صار بعيلة شادوغلو. والقرار يلي اخدته ما حدا منكم بيناقشني فيه، راح تنفذوا بس. كلامي مفهوم؟ جد انتي خليكي بلا ما يساوي لك شي. ريان انتي شو عم تساوي؟ بنتي استني هون انا بحكي مع جدتي. لا انا بدي احكي معه. جدي انا حكيت يلي عندي ريان، ما بدي اسمع ولا كلمة من اي حدا. انت حكيت يلي عندك بس ما قلت شو هدفك. حطيت سلاحك براسي ولسه قبل شوي ضربتني وكنت رح تموتني لاني جبت العار لعائلة شادوغلو. ما بيتنظف مصاري عدونا ابدا، ولا حتى اذا شالوا الحجز عن كل املاكنا. انا نصوح شادوغلو وراح ننظف هالعار، فهمتي؟ شو ما صار بيناتنا وقد ما كان قلبي مقهور منك، العيلة مالها للتجارة ابدا، ما بتنشر ولا بتنباع بالمصاري، وأشهد أقله ما بيقبلوا بهيك إهانة قد ما كان الثمن غالي ريان، حتى لو كان الموضوع بيخصك. طيب وإذا أبوكي مثل ما هو عم يتعب مشانك، أنا عم بتعب مشان أولادي. إذا ما عملت اللازم كل عيلتي رح تتشتت، وانتي مالك واقفي لحالك قدامي، في ابني وحفيدي اتنيناتهم واقفين وراكي وعيونهم عم تقدح شرار تجاهي. لازم خلي هذا القصر صامد وما ينهار، لانه بالوقت يلي عدونا عم يحاول ياخذ كل شي من ملكه، لازم خلي عيلتي موحده بهالقصر. واذا كان تمن هالشي اني خليكي بهالقصر بدفع، راح تضلي بهالقصر مشان وحدتنا، وراح تتزوجي عزاد مشان شرفنا. وطول ما انت هون انا راح اخذ القرارات عنك بخصوص حياتك وبخصوص اجلك كمان.